نصيري سيكون أول لاعب ينفذ الركلة الأولى، لاعب ربما نقول أعصابه من حديد. نصيري يتقدم إلى منطقة الجزاء من أجل أن ينفذ الركلة الأولى، هل يحصل؟ تسديدة قوية وجميلة، الله، كرة في منتهى الروعة، خدها الحارس بطريقة بارعة، لعب الكرة في الاتجاه الآخر. هازارد يتقدم لتسديد الركلة الترجيحية، يبدو أن الكرة في المرمى، النتيجة 1-1. بداية جيدة وركلة جميلة لتصبح النتيجة التعادل 1-1. ثم اللاعب الثاني ينجح في أن يخدع الحارس، يسجل هدف. الآن يتقدم اللاعب الثاني، سددها على اليسار، تقدم وسددها بكل ثقة. هذه ركلة جزائية مذهلة وكرة في القائم، لعبة جميلة لكنه لم يكن محظوظ، ضربة ضائعة، تصدي رائع ولا في الأحلام من حارس كبير. رابع لاعب ينفذ الركلة، سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراعة. رابع لاعب في ترتيب المسددين، الكرة في زاوية والحارس في زاوية أخرى، وركلة رائعة. يلعبها لكن تعود من القائم، كانت قريبة جدا لكن عادت من خشبات المرمى. ياسين بونو إذا صدها سيعيد الأمل لفريق. أوه، كرة رائعة، حمل على عاتقه مهمة كبيرة وكان في الميعاد. لعبها سهلة عند حارس المرمى، هذه ليست ضربة جزاء ناجحة. ثقة واضحة عليه وكرة في منتهى الروعة. مدريد عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. مدريد عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. وهدف، ويقفز الجمهور من الفرح. يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات. كرة في المرمى. وقت اللاعب السابع. يا سلام، تنفيذ رائع، الكرة في زاوية، الحارس في الأخرى. مدريد لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. يأتي دور المسدد الثامن. الكرة ترفض الدخول على الرغم من خداع الحارس. ياسين بونو هو الأمل الأخير لفريقه، إذا صد هذه الركلة وإلا انتهى. يا سلام، ينجح في إنقاذ فريقه، هذه كرة الاطمئنان. المسدد التاسع يتقدم. يا لعيب، لمسة كانت رائعة، الحارس ذهب إلى زاوية والكرة في الأخرى. سجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. المنفذ العاشر يتقدم الآن. ارتمى الحارس في الاتجاه المعاكس، ضربة مذهلة. مدريد هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونهاية؟ يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء. الله، ينجح في التسجيل بسهولة كبيرة. مدريد عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. وهدف، ويقفز الجمهور من الفرح. نصيري يحاول أن يلعب بأعصاب الحارس قبل تسديد ركلته. كرة ملعوبة في الجانب الأيسر من المرمى، بثقة كبيرة تفوق على حارس المرمى. مدريد لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء.
أنهت هذه الركلة المباراة. منافسة قوية جدا في التسعين دقيقة، بعد ذلك في الأشواط الإضافية، والآن في ركلات الترجيح في نهاية الأمر.